في مثل هذا اليوم المصادف لتاريخ 10 مايو 1497 خرج البحار الإيطالي أمريكو فاسبوتشي على رأس مجموعة من السفن في رحلة البحث عن طريق جديد إلى الشرق الأقصى وأسيا غير الطريق الذي كان معروفا حول إفريقيا. وعندما اصطدم باليابسة تصور أنه وصل بالفعل إلى الهند، إلا أنه كان قد اكتشف أرضا جديدة لم تطأها قدم أوروبية من قبل وهي أمريكا الجنوبية، لذلك فإن الأوروبيين أطلقوا عليها اسم أمريكا. أمريكو فاسبوتشي هو بحار ومستكشف إيطالي عامل تحت حكم مملكة البرتغال ومملكة قشتالة، قام بعدة رحلات إلى العالم الجديد، وهو أول أوروبي فكر بأن سواحل أمريكا الجنوبية ما هي إلا قارة جديدة، بينما كان الكل في ذلك الوقت بما فيهم كريستوف كولومبوس يظنون أنها امتداد لقارة أسيا. لهذا تمت تسمية العالم الجديد لأول مرة في خريطة مارتن فردسميلر سنة 1507 أمريكا كتكريم له. يعتبر أمريكو أحد أكثر شخصيات عصر الاستكشاف المثيرة للجدل. 1862 في مثل هذا اليوم أقر إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني خطة إعادة توطين الشاركس في تركيا. الشاركس مجموعة شعوب تشمل سكان شمال القفقاز من أديغا وشيشان وأفار ولزجين وغيرهم، كنتيجة للحروب التوسيعية التي شنتها الإمبراطورية الروسية في المنطقة. اضطر الكثير من الشاركس إلى الهجرة إلى أراضي العثمانية أو الروسية بعد حروب وقلائل استمرت أكثر من 200 عام. يعد الشاركس الذين يدين معظمهم بالديانة الإسلامية أقدم الأمم المعروفة التي سكنت القوقاز الشمالي، وقد اختلطوا بشعوب أخرى مما أدى إلى ظهور فوارق لغوية بينهم، ووصلت مع تقدم من الزمان إلى درجة كبيرة من الاختلاف رغم وحدة ثقافتهم الإسلامية واتحاد مصيرهم. 10 مايو 1878 هو تاريخ ميلاد جوستاف ستريسمان، وهو مستشار ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926. جوستاف ستريسمان هو من مواليد مثل هذا اليوم 1878 وتوفي في 3 أكتوبر 1929، سياسي ألماني شغل منصب المستشارية في عام 1923 لفترة 102 يوم، وكان وزير الخارجية من 1923 إلى غاية 1929 خلال جمهورية فايمار. هو حائز على جائزة نوبل للسلام بالمناصفة في عام 1926. حقق ستريسمان العديد من الإنجازات السياسية، وكان أبرز إنجازاته المصالحة بين ألمانيا وفرنسا والتي حاز بسببها على جائزة نوبل للسلام. ولكن خلال فترة من عدم الاستقرار السياسي والحكومات الضعيفة لم يدم في منصبه كثيرا، وكان ينظر إليه على أنه عموما عضو مجلس الوزراء الأكثر نفوذا في معظم جهات جمهورية فايمار خلال مسيرته السياسية، وقال أنه يمثل 3 أحزاب ليبرالية متعاقبة، وكان القائد البارز في حزب الشعب الألماني خلال جمهورية فايمار.